السلام عليكم. نرجع نتكلم اليوم عن الكنترولر ديزاين. زي ما حكينا في السابق، انا عادة في عندي معطى سبيسيفيكيشن. السبيسيفيكيشن تعطى عندي على شكل اوفرشوت، منها بحصل على زيتا او على شكل سواء خلينا نقول رايز تايم او سيتلينج تايم، منها بحصل على الاوميجا ان، منها بجيب البروتوتايب اللي هو عبارة عن اوميجا ان سكويرد بلس اس على اس سكويرد بلس 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكويرد. الان في عندي الكنترول سيجنال، في عليها برضو عشان ما ادخلش في الساتوريشن، ففي عندي ماكسيمم فاليو لازم احافظ عليها في هذا المجال، ما تتخطاش النقطة عشان ما تدخلش في النون لينير ريجون اللي دائما بعرفش اتعامل معها، او بالكنترول تبعنا الكنترول ميثودولوجي تبعتنا والفيل ات ذات ستيج. الان الكومبنسيتور عندي انا، هاي بالنسبة للسيستم اللي عندي، هاي افتر كومبنسيشن، هاي الكلوز لوب ترانسفر فانكشن دي اوف زي في جي اوف زي على 1 بلس دي اوف جي اف زي في جي اتش اوف زي الموجودة عندي، والكاركترستيك كويجن هي محطوطة عندي. الآن الدي زي الشكل العام تبعه عبارة عن الكي دي اللي هي الجين تبع الكنترولر في الزي ماينس زي زيرو، هذا الزيرو تبع الكمبنسيتر على زي ماينس، يا إما بنقول زي بي أو بي زيرو اللي هو هذا بعطيني البول تبع الكمبنسيتر أو الكنترولر اللي عندي. الآن عادة لأنه أعلى فريكوانسي عندي بتساوي باي، فبتلاقي الرينج تبع الفريكوانسي تبعي مش كثير لأشتغل فيه، لأن لما بدي أرسم البودي بلات بعد باي اللي هي 3.14 هتعطيني garbage data. لهذا السبب إيش بروح دائما؟ بروح بحول للدومين تاني اللي هي W domain اللي هو له نفس الكاركترستيك في البودي بلات زي ال S domain. الآن لحول Z بدها تساوي 1 على T over 2 في ال W على 1 minus T على 2 في ال W عندي. فلو استخدمت هذه بصير عندي شكل الكمبنسيتر عندي D of W بدي ساوي A0 هي الجين تبعه، مضروبة في 1 بلس W على أوميجا W0 على 1 زائد أوميجا أو W على أوميجا W B الما عندي هان، والدي سجين هو ال A0 الشكل اللي عندي. الآن لو بدأ بعد ما أجيب القيم تبعت ال A0 والأوميجا W0 والأوميجا W B بقدر أعملهم احوله تاني للدي زي، وهذه بستخدم تاني الباي لينير ترانسفورميشن اللي هي الدبليو بدها تساوي 2 على تي في زي ماينس 1 على زي بلس 1، وهي لو عملتها زي هيك هذا بصير شكل الكي دي، هذا اللي عندي شكل الزي زيرو، وهذا الشكل تبع الايش البي زيرو زي ما هو معطى عندي، هاي الكي دي وهاي الزي زيرو وهاي الايش الزي او بي. واذا بتطلع عليها عندي الاي زيرو بتعتمد على الاوميجا دبليو زيرو والاوميجا دبليو بي والتي، بينما الزي زيرو بتعتمد على التي والاوميجا دبليو زيرو، والزي بي بتعتمد على التي والاوميجا دبليو بي عندي في هذا المجال. الآن كلاسيكلي عندي نوعين من الكمبنسيتر، إيش هما؟ الفيز ليد والفيز لاج. طيب وقتيش بسمي ليد وقتيش بسمي لاج؟ الليد عندي لما أوميجا W0 تبقى أصغر من أوميجا WP، يعني بعبارة تانية الزاوية اللي بتعطيني إياها لو أنا بدي أتكلم فيها، الزاوية اللي بتعطيني إياها أوميجا W0 أكبر من الزاوية اللي بتعطيني إياها أوميجا W P اللي عندي، فهذا أو زاوية الزيرو أكبر من زاوية زاوية الزيرو أصغر من زاوية الإيش البول، بدي يعني بدي أطلع عليها
لما تكون أوميجا دبليو بالأصغر يعني هي أقرب لمين؟ للإماجينري أكسس، معناته الزاوية اللي باخدها من الزيرو خلينا نقول تيبيكلي أكبر من الزاوية اللي باخدها من مين؟ من البول. يعني الزاوية تعرف زاوية الزيرو بتبقى بوزيتيف وزاوية البول بتبقى بالإيش؟ بالنيجاتيف، يعني باخد بلس أنجل. الآن فيز لاج لما الأوميجا دبليو زيرو بتبقى أكبر من الأوميجا دبليو بي، يعني بعبارة تانية الزوايا تبعتها بتبقى بالإيش؟ بالنيجاتيف. الزاوية الكونتريبيوشن اللي عندي تعطيه النيجاتيف. الآن الفيز لاج كومبنسيتر إيش اللي عندي؟ طريقة التصميم بدي الدي سي جين بيساوي اي زيرو، الهاي فريكونسي جين في حاجة بتساوي 20 فلوج في اي زيرو في الأوميجا دبليو بي على أوميجا دبليو زيرو اللي عندي. هذه قاعدة عادة في علاقة بين الاي زيرو والهاي فريكونسي جين الموجودة عندي، عادة بنعملها within 10، يعني تكون ما تزيدش على 10 يعني 10 أضعاف في هذا المجال، أو نضرب في 10. الماكسيمم فيز شيفت اللي عندي فيه ام دائما بتساوي من 0 ل 90 درجة depending on الأوميجا دبليو of 0 على أوميجا دبليو بي. يعني لما باجي بطلع أكثر إشي ممكن يعطيني إياها زي ما شفنا هان الفيز كونتريبيوشن قديش 90 درجة الماكسيمم، عادة بوصلش لهناك، بوصل لحاجة أقل منها حواليا بين 60 و70 لنكون رياليستيك. الآن الكاركترستيك ويجن زي ما حكينا هاي الشكل تبعها اللي هي 1 بلس دي في زي في جي في زي بدي يساوي 0، وجي في زي بدها تساوي الايش؟ الزي ترانسفورم لل1 ماينس اي تو ماينس اس تي على اس في الجي بي اوف اس، هذا لما يكون عندي 0 اوردر هولد في هذا المجال. الشكل تبعي هاي انا بتكلم لللاج بهذا الشكل، هو عبارة عن لو باس فلتر، وعندي الفيز تبع كونتريبيوشن هي في هذا الشكل، يعني بتعطيني بامب لداون، والماكسيمم اللي بتعطيني اياه في ام هو هذا الماكسيمم فيز كونتريبيوشن اللي انا بعمله للسيستم. وهنا عندي ايش؟ اوميجا دبليو زيرو اكبر من يعني هاي الاوميجا دبليو زيرو هان، وهي الأوميجا دبليو بي، يعني الأوميجا دبليو زيرو أكبر من أوميجا دبليو بي الموجودة عندها. الآن إيش الأفكت اللي بتعمله على السيستم؟ هذا بتزود للجين مارجن والفيز مارجن للسيستم. طب إيش الجين مارجن؟ حكيناها سابقا، باجي بتطلع لما الفيز بقطع الماينس خط الماينس 180 ديجري، باجي الفرق بين الزيرو دي بي والفيز الموجود عندي او الماجنتيود عندي الحالي الديس فريكونسي، هذا بسميه الجين مارجن. طب الفيز مارجن لما عندي الماجنتيود يقطع الزيرو دي بي لاين، باجي باخذ خط من عندها على الفيز، الفرق بين هذا الفيز والنقص 180 هذا بسميه الفيز مارجن. الجين مارجن والفيز مارجن بتقول لي قديش عندي رينج ل يعني هاي قديش الريلاتيف ستابيليتي للسيستم، او قديش عندي مجال ان اتحرك فيه والسيستم يضل عندي ستيبل. الان الديزاين بروسيجر اللي عندي ديزاين ديتيرمين دبليو اوميجا دبليو بي اند اوميجا دبليو زيرو تيل ديزايرد اللي عندي في ام اللي هي منها بنقول A0 is determined from the specification. عادة اللي بفرضه ايش؟ بفرض انه A0 بتساوي 1 وبشتغل على الها. الان بدنا نعمل determine omega W1 where the phase angle اللي عندي في G J omega of W اللي عندي. الفيز هذا ايش بدي يساوي؟ minus 180 زائد الفي ام زائد 5 درجات. الآن الفي ام هذه قلنا بنجيبها من السبيسيفيكيشن، ايش هي بتساوي؟ 100 مضروبة في الزيتا، هذه قاعدة عامة. المية مضروبة في الزيتا
يعني لو الزيتة كانت 0.6 بضربها ب100 بدها تصير 60، زائد 5 هي 65، بدي اطرحهم اجمعهم للناقص 180 بدها تعطيني ناقص 115 درجة. الآن هذه بطلع على الناقص 115 في عندي للجي الجي وجي اوميجا دبليو، باجي بطلع عليها هذه ايش بتعطيني، قديش الفيز موجود هناك، باخذ الماجنتيود اللي عقبالها وباخذ ايش الفريكوانسي اللي عقبالها. الان اوميجا دبليو 0 ايش بدها تساوي، بدها تساوي 0.1 في اوميجا دبليو 1، هذا اللي بنعمله. الان لما جبت هذا، هاي اخذت الاوميجا دبليو 1 كان عندي الماجنتيود اللي عندي بيساوي 1، باجي بطلع عليها دي بقول هاي الاي 0 في الاوميجا دبليو بي على اوميجا دبليو نط في الماجنتيود بدي يساوي ايش 1، منها بقدر اجيب القيمه تبعت اوميجا دبليو بي، والاوميجا دبليو بي بدها تساوي 0.1 في الاوميجا دبليو 1 على اي 0 في الماجنتيود اللي عندنا اوف جي في جي اوميجا دبليو 1 اللي انا شفتها. الان خلص العمل، بعد هيك بحول من دبليو من دي دبليو لدي زي. هاي اكزامبل عندي، هاي جي بي، هاي التاو عندي بيساوي 0.0، التي عندي بدها تساوي 0.1 في التاو يعني 0.05 seconds. الان بقدر اجيب الجي اوف زي، لما اجيبها بتعطيني الجي اوف زي جاهزة للسيستم. الان desired unit DC gain اللي بدي اياه يعني A0 بتساوي 1 to achieve اللي عندي زيتا، لما هنا قلنا احنا عندنا الزيتا اللي عندي بتطلع تقريبا 0.55، فعندي الفيز مارجن اضربها في 100 بدها تعطيني ايش 55 درجة. الان بدي اجي اطلع عليها الانجل الموجودة ايش، هاي تبعت جي اوف جي جي اوف جي اوميجا دبليو واحد بدها تساوي ايش ناقص 180 زائد 55 زائد 5 بدها تعطيني ناقص 120 درجة. هذا بتعطيني ايش اوميجا دبليو واحد بدي ساوي 0.36 لما اجي اطلع عليها من التابلز الموجودة او من الفريكوانسي ريسبونس للسيستم، فبتعطيني اوميجا دبليو 1 بتساوي 0.36 والماجنتيود 2.57. الان من هذه بضربها ب 0.1 تعطيني اوميجا دبليو 0.036، والاوميجا دبليو بي باخذ 0.36 على 1 على 2.57 تعطيني 0.0140. الان الدي دبليو جاهز، بحول من الدبليو للزي، فبصير عندي دي زي معطى على هذا الشكل او بالموجود عندي. ايش بلاحظ هنا، البول والزيرو قراب لبعض جدا، يعني اثنين بيجوا يعني قريب للواحد الموجود عندي في هذا ده. الان السيميوليشن ايش اعطتني، لما عملت سيميوليشن لهي اعطتني جي ام بدي يساوي 16 دي بي، والبي ام اعطتني بيساوي 55 ديجري الموجود عندي. وهذا معلومات عامة كيف احول من ديسيمالز ل باينري في هذا المجال، كيف انا لو بدي اخزن هذه على شكل الارقام اللي عندي هان على الشكل الموجود عندي هان، هذا النوميريتر والدينومينيتر اللي عندي. فهذا الفيز مارجن اللي اعطانا فيها في الديزاين اعطاني بدل 75 70، والجين مارجن اعطاني 18، يبقى هذه ايش حاجه ايجابيه. الان للفيز ليد كومبنسيتر بطلع على تيتا ام، تيتا ام اوكير ات ايش الاوميجا دبليو ام اللي هي بدها تساوي السكوير روت للاوميجا دبليو 0 والاوميجا دبليو بي. الان الماجنتيود الكمبنسيتر تبعي له ماجنتيود وله الفيز. الماجنتيود عندي بدي يساوي، اذا بدي اطلع عليه بدي يعطيني ات تيتا ام، بدي يعطيني ايش
باي بتعوض بدل الموجودة عندي، هاي أو التانجنت تبع التيتا إيش بدي أساوي عندي لهذه، بدي أساوي التانجنت للإنفرس تانجنت للأوميجا دبليو على أوميجا دبليو زيرو ماينس الإنفرس تانجنت للأوميجا دبليو على أوميجا دبليو بي، أو بدي أساوي التانجنت لألفا ماينس بيتا اللي عنده، حعرف ألفا وبيتا لاحقا. في هاي التانجنت تبع التيتا ام ايش بدي يساوي؟ نص في السكوير روت للاوميجا دبليو بي على الاوميجا دبليو نوت ناقص السكوير روت للاوميجا دبليو زيرو على الاوميجا دبليو بي اللي عندي. والماجنتيود اللي عندي في هذا بدي يساوي اي زيرو في السكوير روت هذا واحد بلس هذا الريال والماجنري اوميجا دبليو على أوميجا دبليو نوت سكويرد على السكوير روت للواحد زائد الأوميجا دبليو على الأوميجا دبليو بي سكويرد اللي عندي، وهذا الأوميجا دبليو عند الأوميجا دبليو ام اللي عندي. وهذه بدها تساوي لما نحسبها، هاي نظفتها على الشكل هاي، وهاي بدها تساوي اي زيرو بالمختصر في السكوير روت في الأوميجا دبليو بي على الأوميجا دبليو نوت، هذا هو الماجنتيود اللي عندي. وهذا هو عبارة عن هاي باس فلتر، وهاي الماكسيمم زي ما حكينا الفيز بحصل عند الأوميجا دبليو بي. هيك بنبقى أقل إشي شفنا كيف بيشتغل الكمبنسيتر اللي عندي سواء الليد أو اللاج. كمان شوية في الرسمة القادمة بنستعرض كيف نحسن في هذا الأداء، أو كيف نطلع على التيبلز إن شاء الله. يعطيكم العافية.